هذه المرة في الدقيقة 44 من زمن المباراة، دغموم يحرر الوفاق ويحررنا أيضا بهدف أول، ستليه أهداف أخرى بحول الله. هدف أول للوفاق الرياض السطيفي، هذا ما كان منتظرا ومطلوبا ومأمولا، هذا ما تطلعنا إليه في الدقائق السابقة. المتابعة، دغموم الذي دخل المباراة بحروة، تسديدة قوية لا يمكن صدها، مباشرة في الشباك في القائم البعيد للحارس بابكر ديوب. هدف أول للوفاق الرياض السطيفي، سيحرر العناصر السطيفية وسوف تليه أهداف أخرى بحول الله. هدف واحد فقط ينقص الوفاق من أجل الحضور في الدور القادم مع التحفظ الدفاعي. فضل الاحتفاظ بالكرة، يسقط هذا المدافع، يتقدم جابو بفنيته بمهاراته، تصل الكرة من هناك ممتازة لجحنيط من جديد، يستدير بالكرة، يعود إلى الخلف لدغموم، توغل دغموم، دخل دغموم بالكرة، الهدف الثاني خليل درفلو. يا خليل يا درفلو، خليل درفلو ينقذ الوفاق، خليل درفلو يمنح الأسبقية للوفاق ويضعه بحول الله في الدور القادم في دور المجموعات. هدف مشتغل عليه بشكل ممتاز، نشاهد العمل الرائع، نشاهد التواجد الاستراتيجي لجحنيط، نشاهد التوغل، هنا دغموم، هنا خليل درفلو بروعة وامتياز يضع الكرة في الشباك، يحرك الشباك الموريتانية للمرة الثانية. عمل كبير صراحة قام به جحنيط من الدفاع إلى الهجوم. الهدف الثاني والوفاق الرياضي السطيفي وفي لتقاليده ولشخصية البطل القاري، الرقم الصعب في معادلة الكرة الإفريقية، يعود من بعيد قندوسي، جحنيط يستدير بذكاء كبير، يطريث دغموم بروعة، يرفع راسه بشكل ممتاز خليل درفلو البديل، والورقة الرائعة الرابحة كوتشينج في المستوى من المدرب.